السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس النمط اللغوي للأعداد 1 2 3 4 13 19. هنا يقوم الطالب بالعد. هنا لدينا مزهرية واحدة، هنا لدينا مزهرية واحدة، وهنا 7 كتب، وهنا 4 إطارات، وهنا 13 قلما. يلعب التنس طاولة 2، هنا 2. يشارك في مسابقة الجري 6 لاعبات، هنا نكتب 6. قرأت في الإجازة الصيفية 15 قصة، عندنا هنا 10. أما هنا طبعا يقوم الطالب بالتوصيل، بعد ذلك يقوم بحل الأسئلة. أمسكت القطة بسمكتين 2. يمتلك محمد 14 كرة. اشترت سارة 5 لعب. حطت الفراشة على وردة واحدة. الآن نقوم بحل هذا السؤال. لدينا وظف الأعداد التالية في جملة من إنشائك. عندنا هنا مثلا اشتريت 8 أقلاما. مثلا هنا قرأت 19، قرأت 19 كتابا. هنا قطفت وردة واحدة. أو مثلا قرأت كتابا واحد. الآن نقوم بحل هذه الأسئلة، وهو درس من علامات الترقيم والتعجب والاستفهام. عندنا هنا ما أسرع النمل، ما أطول سورة القرآن الكريم، من بني قلعة نزوى علامة استفهام، كم عدد ركعات صلاة المغرب علامة استفهام، يا لجمال منظر، طبعا هنا علامة التعجب، سبحان الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم، هنا علامة تعجب. الآن نضع علامات الترقيم هنا. فما أجمل المناظر الخلابة، هي علامة التعجب. ويا أطيب، هنا أيضا علامة التعجب. ويا لحسن، أيضا علامة التعجب. أين، هنا سؤال. كيف، هنا سؤال. هذه هي الأسئلة والإجابات.